السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير، أسعد الله صباحكم على ما شاء الله التزهير. طبعا في الغالب أنه نشف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولكن ما شاء الله تبارك الرحمن هذه تزهير، وان شاء الله ان شاء الله على الاقل الاجزاء الداخليه اذا ما كان الخارجيه الله يثبتها، يعني الازهار الداخليه ما شاء الله تبارك الرحمن، تزهير اشجار المانجو في تاريخ 4/6/2021 ما شاء الله لك الحمد. هذه اللي هي القراط المدور ما شاء الله، او يسمونها البرماسي، وحجمها صغير ما شاء الله، يعني مش كبيره، عمر تقريبا سنتين، تقريبا يعني عمر سنتين الشتله جبناها، وما شاء الله وتبارك الله الله يبارك للجميع. الوضع ممتاز الحمد لله، نموات جديده ومن أحسن إلى أحسن اللهم لك الحمد، حتى القمم الجديدة ما شاء الله تبارك الرحمن. ندور على اللوز إذا بشر، إذا في شيء بشر إن شاء الله بعده ما في شيء، قلنا يمكن نحصل حبة ونسبها ونشفنها ما شاء الله. الحمد لله والشكر شيء طيب، مواد جديدة اللهم لك الحمد لك الشكر، أو مثل ما أنتم ملاحظين مكشوفة، بس الحمد لله في المنطقة هني عموما الرطوبة شوية يعني طاغية في المناخ، هذا رطوبة عالية ما شاء الله، فهذا يساعد شوي النباتات. وهذه ايضا شتلة جديدة شهر 4 مزروعة، وفي نموات جديدة وفي كذا، في تأثر بسيط لابد يعني مكشوفة على الشمس، لكن ممتاز يعني حالها طيب اللهم لك الحمد. هذه شتلة العويسي وما شاء الله وتبارك الله، طبعا غبارة لان عندنا صيانة، اي صيانة مثل ما انتم شايفين، فشوي متلعوزين بها، ولكن الحمد لله. إمام بسند ما شاء الله، شتلة إمام بسند نموات جديدة، وهذه طبعا هذه ما فيها مشكلة، هذا لقيت حمار سايب عزكم الله ياكلها، اي والله، ولحقنا عليها شوي شوي خفيف، والحال ممتاز ولله الحمد، اللهم لك الحمد ولك الشكر والمنة.